السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرون لما قلت لكم كلمة الله والنبي يحييك، الله والنبي يحييك، يا مرحبا يا مرحبا، الله والنبي يحييك؟ الكلمة هذه خطأ ولا صح، الناس قاموا يزيدون فيها، وسمعتها من رجل يقول الله والنبي معاك، الله والنبي حاميك، الله والنبي حاميك. هو ما يقصد والنبي يعني حلف بالنبي، يعني الله والنبي حارسك، الله والنبي معاك. هذا خطأ. أنت إيش لما تقول؟ أنت فاهمش قاعد تقول؟ بعض الناس يقول كلمات لا يلقي لها بالا، لو وضعناها في ميزان الشريعة خطأ. هذا غلو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. الله والنبي حارسك، الله والنبي معك، لا، النبي يحرسك ما يحرسك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه غلو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه شيء عنده شيء من ما يقدر عليه إلا الله تعالى من حفظ ورزق. الرسول ما يرزق، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يحفظك. احفظ الله يحفظك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو عز وجل، وحده لا شريك له. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في مقامه، نغلو فيه ونطريه ونرفعه كأنه إله أو عنده بعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى، كالحفظ، أن الرسول يحفظني، الرسول حاميك، والرسول يعلم علم الغيب. مثال ذلك البردة البصيري، القصيدة اللي يحفظونها بعض الصوفية. القصيدة هذه فيها أبيات شركية كفرية، يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعندك علم اللوح والقلم، يعني تعلم الغيب. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الله تعالى قال في القرآن العظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وجاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم العلاء الأنصارية: وإني أنا رسول الله، والله لا أدري ما يفعل به. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نغلو فيه ونطريه؟ الله والنبي حارسك، الله والنبي معاك، بركات النبي، ويدعون النبي من دون الله، ويتبركون على قبره، ويسألون من. حتى للأسف في بعض الدول، وأنتم تعلمون ذلك، أنهم يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام النبي. يعني حتى بعض الدول يقول لك وجاه سيدنا محمد، وجاه النبي، وجاه النبي، ما يجوز، سأل الله تعالى وحده. يا أخوان، الله تعالى ما كفيكم؟ أليس الله بكاف عبده؟ لا تجعل وسيط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. مثل الآن الكفار قريش يأتون عند الأصنام، أنت لا تأتي عند قبر وضريح. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تسأل من دون الله. قال ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، توكل على الله، الله والنبي حاميك. وجاه سيدنا محمد، وجاه النبي، ما يجوز الكلام هذا. اطلب كل شيء من الله تعالى وحده. الله تعالى يغار، الله يغار انك تسأل غيره. تسأل مخلوق وهو الخالق، تسأل ميت وهو الحي الذي لا يموت، تسأل الإله الذي خلقنا لنعبده ونوحده، ما نسأل غيره. الله والنبي حاميك، الله والنبي معاك، ما له شغل. يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام قد خلفوا الأمره، حتى الحمل اللي صارت إلا رسول الله، إلا رسول الله. طب أنتم طبقتوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدتكم، في عبادتكم، في حتى يعني أمورك العادية، في أمانتك، في بيعك، في شراك، في غشك، في في في. أنا أعلم بعضنا تحط السكر إلا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، من أفعال اللي قاعد تسويها، من الحرام اللي قاعد تسويه، من الظلم اللي قاعد تسويه، وحاط إلا رسول الله، وحاط بالفيسبوك إلا رسول الله، زال خير على جانب، لكن طبق سنته. يعني أنت بدافع عن النبي عليه السلام، طبق دينه، أعمل بشريعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما تكون بالادعاء أو بالغلو في مقامه، لا، اتباعه. إن المحب لمحب مطيعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نهانا عن الإطراء فيه والغلو فيه، وعنده علم اللوح والقلم كما يقول بعض الصوفية في قصيدة بردة البصيري. فنحذر من قضية غلو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالاتباع فقط، اتبع سنته، اتبع هديه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم تحبون الله اتبع سنته. أسأل ربي حفظكم ويرزقنا شفاعته ويسقنا من حوضه، وأسأل تعالى أن يحفظكم ونور وجوهكم وقلوبكم بذكر الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.